بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنتعرف على الامبورت والاكسبورت. الامبورت والاكسبورت من الوظائف الهامه جدا في البريمافيرا، ده لان البريمافيرا بيشتغل بطريقه مختلفه عن معظم البرامج. معظم البرامج بتخزن الداتا بتاعتها على شكل ملف، يعني لو فتحت الاوتوكاد وبدات ان انا ارسم دروينج وعملت لها سيف، بقدر ان انا اعمل لها سيف في مسار معين باسم ملف معين واخد الملف ده بعد كده كوبي وبيست. البريمافيرا ما بيشتغلش بنفس الطريقه دي. البريمافيرا لازم بيكون عنده برنامج داتابيز متسطب على الجهاز وهو بيقدر يكونكت عليه ويخزن البيانات بتاعته في برنامج الداتابيز ده زي الاس كيو ال او الاوراكل، ويستعيد الداتا منه لما تيجي تفتح حضرتك المشروع. طيب ناخد صورة سريعة كده بان انا هروح للمشروع وهعمل له اوبن عشان اقدر ان انا اصدره، وهختار فايل واختار منها اكسبورت. اكسبورت اللي هو تصدير عشان ياخد المشروع ويطلعه لي على شكل ملف اقدر ان انا اتعامل عليه، اقدر ان انا اخده واحطه على فلاش ميموري او ان انا احطه على سي دي وهكذا. طيب بيسالني عايز الفيرجن 8.3 او اقل، اقول له مش 8.3، بروجكت ولا ريسورس بس ولا الرول بس، هقول له البروجكت. بيقول لي اسم البروجكت كذا، اقول له ايوه فعلا نيكست. المسار اللي هيعمل عليه اكسبورت وهدوس فينش. لو انا عايز اغير المسار طبعا هدوس هنا واختار الباث اللي انا عايزه والاسم الملف اللي انا عايزه واعمل سيف. طيب هقول له فينش، هيبدا ان هو عمل اكسبورت للملف ده. الملف ده بقى موجود على المسار اللي انا اخترته. طيب لو عملنا كلوز اول وعايزين نعمل الحركه العكسيه ليها ان انا اعمل امبورت. طيب لو انا مثلا عندي اي ملف خاص بالمشروع اي حد جايبه لي وعايز افتحه بالبريمافيرا، ما بيتفتحش ان هو اوبن وكلوز عادي، لا لازم يتعمل امبورت الاول على الداتابيز، وبعد ما اعمل امبورت على الداتابيز اقدر افتح المشروع هلاقيه بقى في الليسته بتاعت الانتربرايز بتاعتي واقدر ان انا افتحه اوبن على طول. طيب انا عايز اعمل امبورت، اقول له فايل واختار امبورت وبريمافيرا اكس اي ار، ده الاكستنشن طبعا بتاع برامج البريمافيرا. هقول له نيكست بروجكت والمسار، هيقول لي حدد الملف، هختار هنا واقول له هو الملف ده واقول له نيكست. هنا بيقول لي كرييت نيو بروجكت ولا اجنور ذيس بروجكت، هقول له كرييت نيو بروجكت وامبورت تو، عايز تحطه في اي مكان في الانتربرايز، هقول له عند اي اكس النود ديت اللي هي اكزامبل نيكست. هنا بقى بيطلع لي بعض الاوبشنز. ناخد بالنا ان انا دلوقتي بعمل امبورت لنفس الملف وكان في اساسا مشروع موجود بنفس الاسم دوت، وهو بريمافيرا فاهم ان المشروع ده موجود له نفس البروجكت اي دي. طيب هيطلع لي بعض الاوبشنز ممكن اوصل لها من خلال الموديفاي. لما اضغط على موديفاي هيطلع هنا الكونفيجريشن بتاع الامبورت بتاع الاستيراد، متقسم ليه ثلاث جروبس، الاكتيفيتي والجلوبال والبروجكت. نيجي على الاكتيفيتي، في الانشطه نفسها، العلاقات ما بين الانشطه، ايه الريسورسز اللي متخصصه على الانشطه، وقدام كل واحده فيهم اكشن. لو فتحنا القائمه بتاعه الاكشن دي هلاقي فيها do not import، ما تعملش استيراد للاكتيفيتيز، insert new هات لي جداد او دخلهم على ان هم اكتيفيتيز جديده في نفس المشروع، keep existing خلي اللي موجود، update existing اعمل تحديث للي موجود. طيب هنا الاختيار الديفولت اللي كان حاطه البريمافيرا update existing، لان هو فاهم ان انا ممكن بعمل import، فبالتالي انا بعمل import ده لغرض التحديث، مثلا ممكن نسب الانجاز ممكن تكون زادت او اتغيرت، فهو عايز يعمل تحديث للانشطه اللي موجوده. بالنسبه للعلاقات هو اقترح عليا keep existing خليها زي ما هي، ليه؟ عشان ما غيرش في العلاقات اللي كانت موجوده اساسا. الاساينمنت قال لي ابديت باعتبار ان لو في ريسورسز الاساينمنت بتاعتها في ابديت فيه اقدر ان انا ابديت الكلام ده على المشروع نفسه. ممكن اليونتس اللي كانت موجوده بدا الاكشوال يزيد، الكوست بدا يزيد وهكذا او يتغير يعني. نفس الحكايه موجود في الجلوبال ريسورس كودز. هنلاحظ ان في الاكواد او الديكشنريز
زي الريسورس كود، الريسك كاتيجوريز، الرولز، الحاجات اللي هي الديكشنريز كلها اتعرفنا عليها قبل كده. دي كلها البريمافيرا بيقترح عليا كيب اكزيستنج. ليه كيب اكزيستنج؟ لان دي اكواد من اصل البرنامج، من اصل الداتابيز عندي، فبالتالي حتى لو الراجل كان عدل فيها المفترض ان دي اكواد انا بستخدمها عندي في البرنامج، فالمفترض ان انا ما عدلش فيها. يعني مثلا انا عامل كودز للريسورسز بشكل معين، مش عشان المقاول اخدها وعمل تعديل عليها ان انا اقبل بنفس التعديل ده على الاكواد بتاعتي، لان الاكواد دي في الغالب بتعكس بروسيس او سيستم جاري في الشركة، وهكذا. نيجي للجزء اللي بعد كده، الكاتيجوري اللي بعدها اللي هي البروجكت، بيتكلم على الاكتيفيتي كود فاليوز، الاكتيفيتي كودز، الكالندر. ناخد بالنا برضو ان الاثنين اللي فوق خاصين بالاكتيفيتي، فهو قال ماشي ممكن ان انا ايه ابديت، يعني بيقترح عليا كده. الكالندر قال لي كيب اكزيستنج، لان ممكن الكالندر خاصة لو انا بعمل مثلا ايه امبورت المشروع من شركة لشركة تانية، وده عنده كالندر وده عنده كالندر تانية، فبالتالي انا افضل ان انا احافظ على الكالندر بتاعتي، لان ممكن يبقى الكالندر ليها نفس الاسم لكن في نفس الوقت انا حاطط فيها ايام اجازات معينة مش موجودة عند الشركة التانية او عند الكونتراكتور اللي كان اخد المشروع ده، فبالتالي الافضل ان انا اعمل كيب اكزيستنج. طبعا كل تعديل فيهم دي عبارة عن اقتراحات بس، لكن انا ممكن ان انا افتح القائمة وان انا اغير الاوبشن واختار اوبشن تاني. طيب لو جيت قلت له اوكي دلوقتي وقلت له نيكست فينيش، هيبدأ يعمل امبورت، اقول له كلوز وهوصل للمكان اللي عمل فيه امبورت، والاقي المشروع نزل بكود تاني Sunflower Villa Original Schedule. طيب خلينا نتعرف على نوع تاني من الامبورت والاكسبورت. النوع التاني هو الامبورت والاكسبورت لملفات الاكسل، ان انا اصدر الداتا اللي موجودة عندي في البريمافيرا لملف اكسل، او اعمل امبورت من ملف اكسل للبريمافيرا. طيب عشان نعمل الكلام ده خلينا نفتح نفس المشروع بتاعنا، هعمل open project، هتظهر الانشطة عندي، وخلينا نبص على الريسورسز بتاعتها، هنلاقي ان ما كانش فيه ريسورسز محملة على الانشطة ديت. طيب عايزين نبدأ نعمل زي كوست لودينج، ان انا احط ريسورس واحد على كل الانشطة، ونعمل اكسبورت للاكسل، ونبدأ نعبي الكلام ده في الاكسل ونرجع ناخده تاني للبريمافيرا. هروح عند الريسورسز وهعمل ريسورس جديد، وخلينا نسميه CL. Cost Loading. ومن ال Details هخلي النوع بتاعه Material عشان ما يعمليش مشاكل مع ال Units. وال Default بتاعه هخليه 1 per day، والسعر بتاعه هخلي الستاندرد ريت 1 دولار بير يونت. طيب الريسورس ده انا عايز ان انا انزله على جميع الانشطة اللي عندي، اروح للانشطة اختار كل الانشطة بالشكل ده، وابدأ ادوس على علامة الاساين للريسورسز، وادوس دبل كليك على الكوست لودينج، هلاقي ان الريسورس ده ظهر عندي في كل الانشطة، يعني هلاقي في الشاشة بتاعة الديتيل ويندو الريسورس ده موجود لكل الأنشطة. خلينا برضو نظبط الكولومز من هنا، نطلع مثلا الكوست، بادجت، توتال كوست، اقول له اوكي. وعايزين نبدأ ان احنا نعمل اكسبورت، المرة دي هعمل اكسبورت ل XLS اللي هو ملف الاكسل. عايز اختار ايه معايا؟ الاكتيفيتيز، هل الريليشن شيب عايزينها او الاكسبنسز او الريسورسز؟ لا، الاحتياج للاكتيفيتيز والريسورس اساينمنتس، وهقول له نيكست، واعلم هنا انه يعمل اكسبورت، ونيكست،
وهنا لو عايز اعمل موديفاي لايه الداتا اللي تظهر عندي في شيت الاكسل، طبعا عشان انا اخترت من شويه الاكتيفيتيز والاساينمنت، هفتح هنا السبجكت اريا هلاقي الاكتيفيتيز والريسورس اساينمنت. انا عايز اعدل بس في الريسورس اساينمنت ان هو يطلع لي اليونتس اللي انا هعدل عليها، فهاجي عند اليونتس واختار البادجتد يونتس واقول له اوكي نيكست. هنا ممكن احدد المكان اللي هخزن فيه الملف واقول له نيكست، هيبدا عمليه الاكسبورت وقال لي ذا اكسبورت واز سكسسفول. اعمل كلوز وهفتح الملف، هيظهر عندي الملف بالشكل ده، عندي كذا بيبر من تحت او شيت من تحت، تاسك تاسك ريسورسز ويوزر داتا. طبعا الاسماء ما عدلش فيها ابدا، لان لما هاجي اعمل امبورت على البريمافيرا ممكن يعمل مشكله لو الاسماء دي اتغير فيها اي شيء. طيب دي الخاصه بتاسك ودي الخاصه بالريسورسز، انا عايز بتاعه الريسورسز وهبدا ان انا ابص عليها، هلاقي البادجتد يونتس مكتوب هنا ارقام، انا عايز ابدا اغير الارقام دي. هبدا ان انا اغير في البادجت يونتس. ناخد بالنا من حاجة، دايما الملفات اللي خارجة من الإكسل لو نبص على الداتا بتاعتها دايما بلاقي التايب بتاعها جنرال، ولو ببص هنا كده في البار ده هلاقي قبل الداتا نفسها في علامة الأبوستروف، ده لكل الداتا اللي موجودة. خلينا بصين هنا كده هنلاقي لكل الداتا اللي موجودة بيبقى فيها علامة الأبوستروف، فبالتالي بعد ما هنكتب أي داتا هنحتاج التصحيح ده وهنعمله مع بعض. طيب خلينا الأول نمسح الداتا دي وعملها ديليت، وهبدأ أنا أعبي البيانات بنفسي للأكتيفيتيز طبقا لكل أكتيفيتي، المفروض يبقى عندي رقمه وعندي البادجت يونت وأكون مجهزة وأخدها كوبي بيست. طيب عشان أزود موضوع الكوما ده هختار كل الداتا وهروح قائمة الداتا واختار تكست تو كولومز نيكست واقول له كوما، واختار الكوما نيكست واقول له تكست فينيش، وهلاقي كل الداتا بقى قبليها علامة الكوما. وبكده يبقى دخلنا الداتا اللي احنا عايزينها. هبدأ اقول له سيف واقفل الملف ده وارجع للبريمافيرا، وهروح على البروجيكتس وابدا اعمل فايل امبورت. هيسالني عايز تعمل امبورت من ايه، هقول له من اكسل سبريد شيت نيكست، هيقول لي فين السبريد شيت ده، هوصل ليه المكان بتاعه وهقول له نيكست. عايز تعمل انسرت الايه للاكتيفيتيز والريسورس اساينمنت، وهو فاهم ان انا عايز ابديت اكزيستنج بروجكت لان في مشروع كان موجود قبل كده، والاجزاء اللي انا بعمل لها ابديت دي اجزاء من المشروع مش كل المشروع. طيب امبورت لانهي مشروع، ادوس هنا هيطلع لي هو مشروع سان فلاور فيلا الاوبن، وهقول له نيكست فينيش كلوز واروح افتح المشروع. الاقي ان هو حدث لي الداتا او اول نشاط اللي هو الاكسكافيشن اللي كان 15000، وتاني نشاط اللي هو الباك فيلينج اللي كنا دخلناه ب 2530، وهكذا. هنلاقي بقى ايه كل البادجت التوتال كوست اتغيرت واتجمعت قيمه المشروع. وبكده يبقى انتهينا من موضوع الامبورت والاكسبورت.